كلنا قاعدين في الجو ده سقعانين ومتكتكين، وطبعا انتوا عارفين الوجبة اللي بنحارب بيها ليالي الشتاء الحزينة، شوربة العدس. وبمناسبة العدس، تعال احكي لكم قصة مثل اللي ما يعرفش يقول عدس. واللي بنستخدمه لما يكون واحد قاعد يفتي في موضوع ما يعرفش عنه أي حاجة، وبيرجع أصل المثل لبقال كان بيبيع عدس وفول، وفي يوم من الأيام هجم عليه حرامي وسرق الفلوس من المحل، والحرامي طلع يجري والتاجر يجري وراه عشان يمسكه قبل ما يهرب بالفلوس. فالحرامي من كتر الخوف ليمسكه اتخبط في شوال عدس ووقع على الأرض، والشوال اتبعتر عليه. ولما الناس شافوا الحرامي واقع على الأرض وفي إيده شوية عدس والتاجر بيجري وراه، افتكروا ان سرق شوية عدس من المحل والتاجر بيجري وراه عشان خد شوية العدس القليلين دول. فتفضلوا معايا اعزمكم على شوربة عدس، وطبعا انتوا عارفين ان دي عزومة مركبية. تعالوا اعرفكم على اصل الكلمة دي. ودي كلمة بنستخدمها لما بيكون مستحيل نعمل الحاجة دي، وطبعا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو هيكون الطبق ده خلص بقاله يومين. انتشرت جملة عزومة مركبية لان الصيادين لو قابلوا حد قصادهم على الشط وهم بيصطادوا في نص النهر مثلا وقاعدين بيتغدوا، فتلاقيهم بيقولوا له تعالى اتغدى ويعزموا عليه. وبما ان اللي على الشط حتى لو وافق مش هيعرف يوصل لهم، مش هيمشي على المية يعني. فالناس بقت بتستخدم جملة عزومة مركبية لما يكون مستحيل يحصل شيء معين. ودي كانت حلقة جديدة من حكايات شعبية مع الخيميائي. قولوا لي في التعليقات مين اللي عامل شوربة عدس النهاردة، ومنشنوا اللي بيعزمكم عزومة مركبية. سلام. وقمت مديله بالبوكس في عينه وبعدها نيمته على الأرض. نيمته ايه يا ابني؟ بص على عينك كده، ده احنا دفنينه سوا.